السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن if conditional، if الشرطية. لدينا في اللغة الإنجليزية أربع حالات لـ if. ندرس في هذا الفيديو الحالة الأولى نسميها zero conditional. طبعا في عندنا zero, first, second, third conditionals، لكن بهذا الفيديو فقط ندرس أول حالة من F نسميها zero conditional. نسمع باللغة العربية جملة الشرط، مكون من فعل الشرط جواب الشرط. يعني إذا حدث الفعل الفلاني يكون عندنا النتيجة الفلانية. إذن فعل ما يتبعه شرط، يعني بشكل أوتوماتيك إذا حدث هذا الشيء يكون النتيجة الشيء الفلاني. إذا نسميها جملة شرطية. لحدوث هذه النتيجة ماذا يتوجب؟ أن يكون عندنا فعل الشرط موجود. conditional يعني شرطي. zero conditional أول حالة يسمونها zero conditional. إذا الحالة الأولى من الجملة الشرطية من اسمها شرط، لحدوث هذه النتيجة شرط حدوث الفعل الفلاني. لدينا باللغة العربية جملة شرطية، ماذا يعني؟ مكون من جزئين، الجزء الأول فعل الشرط، الجزء الثاني جواب الشرط. متى نستخدم الشكل الأول؟ كما قلنا لدينا أربع أشكال أو أربع حالات لإف. الحالة الأولى نسميها zero conditional، نستخدمها إذا كنا نتكلم أو نصف rules، إذا قواعد or scientific rules، حقائق علمية أو قواعد علمية. إذا شيء عالمي معترف به، إذا صار الشيء الفلاني يحدث الشيء الآخر. أو يكون عندنا مواقف. إذا كنا نتكلم عن قواعد أو حقائق أو نتكلم عن مواقف. إذا كان عندنا هذا الموقف، إذا حدث هذا الموقف راح يتبعه نتيجة لهذا الموقف. أيضا إذا حدثت هذه القاعدة ستكون نتيجتها أو نتيجتها هذه القاعدة. إذا لدينا condition حالة راح يتبعها result، يتبعها نتيجة. كما قلنا هي عبارة عن جملة مقسومة إلى جملتين. If you freeze water it turns into ice. يعني إذا أو عندما تجمد الماء، يعني فريز تضعه في الفريزر، it turns into ice، يتحول أي يتحول الماء إلى ثلج أو جليد. لاحظ it تعود على water الماء، لكي لا نكرر water مرتين نستخدم it. لا نقول if you freeze water water turns into ice، نستبدل water نكتبه أول مرة. الحالة الثانية نستخدم الضمير بدلا عن الاسم. إذا if you freeze water it turns into ice. لاحظ في عندنا فعلين freeze و turns into، يتحول إلى. لاحظ present simple يعني الفعل بالتصريف الأول أو الشكل الأساسي للفعل، أيضا turn into أيضا الفعل بالتصريف الأول. كما قلنا بالمضارع البسيط، أحب أرجع لدروس المضارع البسيط، إذا كان هي شيئت نضيف الفعل S، إذا هي S المفرد الغائب. إذا هذا قاعدة معينة. إذا كان عندنا كما قلنا condition حالة الماء وضعناه في الفريزر، هذه الحالة ما هي النتيجة؟ بشكل أوتوماتيك راح يتحول إلى ثلج. إذن هذه النتيجة. إذن حدوث النتيجة يعتمد على حدوث الحالة. وعدنا إذا حدثت الحالة بيكون عدنا تحدث النتيجة بشكل آلي كما قلنا. الحالة الثانية إذا كان عدنا مواقف، يعني إذا حدث هذا الموقف بشكل أوتوماتيك يحدث أو تكون نتيجته تعتمد على حدوث هذا الشيء.
If students learn a lot, they usually أو usually pass exams. إذا أو عندما يتعلم الطلاب أكثر عادة، يعني هم عادة يجتازون الامتحانات. إذا عندنا حالة learn التعلم، ما هي نتيجته؟ اجتياز الامتحانات. كيف يكون عندنا اجتياز الامتحانات؟ إذا كان في عندنا تعلم أكثر. إذا لاحظ الجملة الأولى نسميها if close، يعني جملة لتحوي على فعل الشرط. القسم الثاني يكون عندنا they usually pass exams، يكون عندنا جواب الشرط. أيضا if you freeze water هذا نسميه فعل الشرط. هل نستطيع نقول if you freeze water أوكي إذا وضعت الماء في الفريزر، طب بعدين أنتظر منك جواب، إذا هذا نسميه جواب الشرط، يعني شرط. إذا if يعني إذا، ماذا يعني إذا؟ يعني شرط. إذا وضعت الماء في الفريزر ما هي النتيجة؟ النتيجة it turns into ice، يتحول إلى جليد. الحالة الثانية if students learn a lot، يعني إذا تعلم الطلاب أكثر، هذه فعل الشرط، أوكي إذا تعلموا أكثر ماذا يحدث؟ they usually pass exams، إذا النتيجة يجتازون الاختبارات. إذا كيف يكون تركيب الجملة؟ إذا هذه كلها جملة if you heat ice it turns into water، إذا هذه كلها عبارة عن جملة واحدة لكن مقسومة إلى جزئين. إذا مقسومة إلى جزئين، الجزء الأول اللي فيه if، هذا الجزء الأول لاحظ مقسومة بجزئين بعدنا فاصلة بالوسط. if you heat ice يعني إذا أو إذا أو عندما تسخن الثلج أو الجليد، هذه نسميها if close. إذن عبارة if بيكون تركيبها if بالأول بعدين الفعل بالتصريف الأول. إحنا كما نعلم الجملة باللغة الإنجليزية فاعل وفعل وتكملة الجملة، هذا الفاعل you أنت، يعني الفعل heat تكملة الجملة ice، يعني عندما تسخن الجليد. لاحظ عندما أو إذا اثنين صحيحة، يعني ممكن نستبدل if when، راح نشرحها بعد شوي. إذا if you heat ice إذا أو عندما تسخن، ما الذي يسخن؟ أنت، معناته لازم يكون عندنا فاعل كما قلنا سابقا لتشكيل الجملة الإنجليزية لازم يكون هذا الشكل فاعل وفعل تكملة الجملة. عندما تسخن، من الذي يسخن؟ أنت، معناته نستخدم you يسخن heat ice if you heat ice it turns into water. لاحظ هذه الفاصلة، حطينا فاصلة أو وضعنا فاصلة. الجملة الثانية نسميها main close، إذن عبارة رئيسية، إذن عبارة if وعبارة رئيسية، يعني فعل الشرط الموجود مع if هذا جواب الشرط، إذن فعل الشرط وجواب الشرط. أيضا لاحظ الجملة الثانية بيكون أيضا present simple، أيضا مضارع بسيط. ماذا يعني مضارع بسيط يا أستاذ؟ يعني الفعل بالتصريف الأول، يعني الفعل بالشكل الأول للفعل، مثلا go went gun. لاحظ نستخدم الفعل بالشكل الأول، عندنا eat ate eaten، إذا نستخدم الشكل الأول للفعل. إذا بالحالتين يكون الفعل بالتصريف الأول، يعني بالشكل الأول للفعل. ماذا يعني؟ يستخدم مضارع بسيط، مضارع بسيط، إذا مضارع بسيط، أيضا مضارع بسيط، إذا الفعل بالشكل الأول ده. إذا الجزء الأول نسميه if close، الجزء الثاني نسميه main close، ولاحظ بعدنا فاصلة في الوسط. If you heat ice it turns into water، نفس الجملة الماضية لكن الجملة الأولى if you freeze water،
الآن if you heat ice نسخن الجليد يتحول إلى water إلى ماء. أيضا هذا فاعل والفعل بالتصريف الأول وتكملة، إذن فاعل وفعل بالتصريف الأول وتكملة الجملة. إذن بيكون عندنا if بالأول، يكون عندنا عبارتين، العبارة الأولى يكون عندنا الفعل بالتصريف الأول، العبارة الثانية يكون أيضا الفعل بالتصريف الأول. إذا مضارع بسيط، مضارع بسيط. ننتبه لهذه الملاحظة. If mercury is heated it expands، يعني إذا سخنا الزئبق أنه أو فإنه يتمدد. لاحظ أيضا if الفعل بالتصريف الأول وعدنا أيضا expands بالفعل بالتصريف الأول، إذا if المبني المجهول طبعا، وعدنا أيضا فعل بالتصريف الأول مضارع بسيط. لاحظ وضعنا if في بداية الجملة بيكون عبارة if متبوعة بفاصلة، بعدين العبارة الثانية الرئيسية. ممكن نضع if في الطرف الثاني، يعني نبدأ بالعبارة، نبدأ بالنتيجة بعدين الحالة. مثلا mercury expands، لاحظوا ضع الجزء الأخير، يعني يتمدد الزئبق، أتي mercury يتمدد الزئبق إذا أو عندما يسخن. إذا ملاحظة if، ملاحظة if ممكن تأتي في بداية الجملة ويكون عندنا في الوسط فاصلة، أو تأتي if في منتصف الجملة لكن نحذف الفاصلة. ملاحظة ثانية، ممكن استبدل if احذفها وضع بدل عنها when. اذا استبدل if وضع بدل عنها when، يعني تصبح when mercury is heated it expands. ايضا ممكن احذف if اضع بدلها عنها when، mercury expands when it is heated، يعني يتمدد الزئبق عندما يسخن. إذا ملاحظة هامة، if هي نفسها when. ننتبه لهذه الملاحظة، mercury must expand if it is heated، يعني لاحظ عندما يسخن، يعني الزئبق يجب أن يتمدد عندما يسخن. إذا ممكن أستخدم must modal verb. لاحظ بدون must mercury expands لازم أضع s، s المفرد الغائب، لكن نسمي must modal verb، إذا الفعل ناقص بعده يأتي كما شرحنا فيديو سابق اللي حبيرجع الأفعال الناقصة، يأتي الفعل بدون s بدون أي إضافة، يعني الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافة. mercury must expand if it is heated. أيضا ممكن أنا استبدل if كما قلنا ب when، أيضا ممكن استبدلها ب whenever. whenever يعني كلما. mercury expands whenever it is heated، يعني يتمدد الزئبق كلما سخن. إذا ممكن استخدم whenever بدلا عن when. إذا بهذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا فيه عن النوع الأول من ال if، تكلمنا فيه عن if conditional، النوع الأول zero conditional. خذنا بعض الملاحظات، كما قلنا في عندنا جملة مؤلف من if close، الجملة الثانية نسميها main close، يعني جملة if اللي بها if فعل الشرط وعندنا جواب الشرط، يكون عندنا فاصلة بالمنتصف. ممكن نضع if في المنتصف لكن نحذف الفاصلة، ممكن نستبدل if ب when أو عندنا whenever. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة و تفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.